إذا مات ابن آدم قضى عمله إلى ثلاثة. ابن آدم فهذوب يتعمل في سوى يا سدح موياري صدقة جارية أو علم ينبقى به هي ولد صالحة ويرد له شي عبد المرعوز قباطي أنت مواس قباطي معايا إلى صدقة جارية وهي مواس يعني ولد صالح وهي أبيس هو أخي أسأله تعين يا علم نواق بروا ماشي علم بالواق من هاي واحد أنت ومركة وحوايان شي عبد أساس قباطي الله أفرك يا إلهي نهاية محايا إلي قراشات وضطو مصالح لعامك مثل كان وحل بالسيدوري من لي أمامي وبيت الله قرق إلهي يوم السيد مركة هذا السيدة سيدة الله نهاية إلهي هكاد السيدو وروا سيدة بدون المقاف وكده واجين أي ماشي شغالة يا عزيز شغالة الليبان على بيت جريت مساجد يا رانك سوق جزر ولاد من عكري وقال جري مكينت كل كتير وكل جناج السيارة وكل عقلنا مركا لنضيع على جبل نقيل لي ما عندنا وبيت الله شلنا سلام يا هاري مركا والحمد لله وعن سوا حصل استمام مدة وثمانة دوية قريه اللي ده عن كل دجال بيني يا شحمد عن كل دجال لي في الصيف وحمد في جوز الوسا بيني ليه ما أنت مساجد على كل سوا هاي مركا وحواي الشارع اللي ما أنت فرد جو بحي في جوز سيسا مركا تطلب واسع ذا خير كلا ولا هذي إلهي وحنا كبرينا إنه إلهي طريقة وسنا وافديو فش حقيقة فوق مدى هي هي دخل في مدى إلهي ونقبض باديو وبتين وقبض باديو مرة بينا كل هذا كلمة دخل مدى هذا كان جوتو أنا وحامل مدي ولو شيء هو سويت جاي إن الإلهي أنا كقريب بلا جامعة أنا الحاج أحمد الجامعي في بريطانيا كيس أنا كقريب بلا مول مدي وأنا نوفري هاي وحرج جرني هاي وحن حرج جرني جرني ما لك لا حرج جرني جرني جدًا يو يدقمون يو الدنيا كلا لكن ما أنت مثل زي الوجوتة مرك الحمد لله الله نقول بدي الله إن بيت كتاب كنسو يا بيت بيوت إلهي أما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.